هاي أصدقائي، معكم أنخلة. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. أولا أميغوز، استوي كون أستاذز أنخلة دي تركيا. نوستر رثيت دي أوي إس بلاتو دي لبنا كون أثيت دي أوليبا. استليست إن يوتيوب أورا إي بروبارادا بارامي سوي أنخلة. هاي أصدقائي، سأكون اليوم معكم أنا أنخلة من تركيا. وصفتنا لهذا اليوم هي طبق لبنة بزيت الزيتون. الوصفة أصبحت جاهزة على اليوتيوب الآن من إعدادي أنا أنخلة. وهكذا يبدو الطبق بعدما أتممت إعداده، لذيذ وشهي، يمكنكم تناوله كوجبة فطور أو عشاء خفيف مع قطع من الخبز بالثوم. سبق وتم إعدادها على قناتنا، سأضع لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة اللذيذة معي أنا أنخلة. باموس. إليكم المقادير: حبة البركة، رشة لبنة، وزيت زيتون. ها هي جميع مقاديرنا. إليكم طريقة العمل. فتحت علبة اللبنة هذه، سأضعها في الطبق الخاص بتقديمها. بعد ذلك سأعمل على تسوية اللبنة داخل الطبق هكذا. هكذا تبدو معنا اللبنة في الطبق. بعد ذلك سأضع فوقها زيت الزيتون. وأحاول توزيعه على كامل الطبق هكذا. وأخيرا سأضع له رشة من حبة البركة. هكذا. وهكذا تبدو وصفتنا طبق اللبنة بزيت الزيتون بعدما أتممت إعداده، قد أصبح جاهزا. بألف صحة وعافية أحبتي. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم.
Espero que te guste nuestra receta de hoy, plato de labna con aceite de oliva. متابعي قناتنا الكرام ولكل من يرى فيديوهاتنا هذه للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات، ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي، إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل، اكتبوه لنا في قسم التعليقات، وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخلة من تركيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.